يا ترى بقى ايه اللي بيحصل في مصر عشان تجديد الخطاب الديني وفضلنا قد ايه؟ دكتور مختار جمعه وزير الاوقاف معانا دلوقتي عبر التليفون. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ رانيا وبالساده المشاهدين جميعا وتحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك في مجموعه من الكتب كده حضرتك كاتبها عن ضروره تصويب الخطاب الديني، وفي يعني انا شايفه في حركات مكوكيه عشان الموضوع ده يحصل. بصراحه كده احنا بدانا ولا لسه وفضلنا قد ايه؟ اولا في نقطتين مهمين قوي. احنا بدانا الحمد لله، بدانا وبقوه وانطلقنا انطلاقه واسعه، والكتب التي حضرتك اشرت اليها بلغت في الفتره عهد سياده الرئيس حفظه الله ومنذ ان نادى بتجديد الخطاب الديني 64 كتابا مؤلفا و76 كتابا مترجما. وكما اكدت في اللقاء الذي شرفنا فيه تشريف سيادة الرئيس في احتفال الوزارة بالمولد النبوي الشريف، أكدت أننا استطعنا أن نبني نسقا معرفيا وسطيا مستنيرا. وفي المرحلة المقبلة أمامنا أمران، أولا مواصلة بناء النسق، لأن طالما الحياة موجودة وبها مستجدات متلاحقة لا يمكن لأحد أن يقول انتهينا، فالتجديد عملية ديناميكية مستمرة لا تتوقف عند مرحله. ما دام في حياه في قضايا مستجده سيظل الفكر والتجديد قائما الى يوم القيامه باذن الله تعالى. لكننا قطعنا شوطا كبيرا مهما، بنينا نسقا معرفيا وسطيا، حولناه الى برامج تدريبيه. الان قلت كما اكدت في كلمتي امام سياده الرئيس حفظه الله انذاك، بقي ان نتحول بها من ثقافه النخبه او سواء النخبه الدينيه او النخبه الثقافيه الى ثقافه شعب، ثقافة مجتمع، ثقافة دولة، ثقافة أمة، ثم ننتقل إلى العالمية. هذا الدور أيضا الآن نعمل على قدم وساق. الآن وأنا بكلم حضرتك نعمل مع وزارة الثقافة، أصدرت 8 إصدارات من هذه الكتب في سلسلة رؤية، وإصدار آخر في الكتاب الفكري النقدي 9 كتب. أطلقنا مع وزارة الثقافة سلسلة رؤية يوم الجمعة الماضية، يوم الاحد هناك كتاب في الفكر النقدي سنناقشه ايضا في معرض الكتاب وهو احدث اصدارات الهيئه. ايضا هناك كتاب بناء بناه وهدمون. وقلت ان هذه السلسله المسماه سلسله رؤيه ان شاء الله سنكمل على الاقل 20 عددا في 2020، وستكون واحده من اهم السلاسل التثقيفيه ليس في هذا العام ولا في هذه المرحله، بل في القرن 21 باذن الله تعالى. ان شاء الله. بالمقابل نعمل مع وزاره التربيه والتعليم، هناك مسابقه للمعلمين واخرى لطلاب المرحله الثانويه والاعداديه والابتدائيه، والكتب تتاح على موقع وزاره التعليم والثقافه والشباب وبنك المعرفه. هناك محاضرات في التربيه والتعليم.